أهلا بكم. البداية مع العناوين. ترقب لكلمة الأمين العام لحزب الله 6 مساء. علي حسن خليل يهاجم باسيل وردود بالجملة من نواب التيار. عاصم عراجي حتى الساعة لا قرار بإقفال البلاد. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. البداية من رد المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إذ أكد خليل خلال مؤتمر صحفي أن الخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف أساس الدولة الموحدة والإنماء المتوازن فيها. نعم نحن ما خليناكم، بس ما خليناكم تجيبوا الكهرباء، مش ما خليناكم تجيبوا الكهرباء، نحن ما قبلنا نضيع على اللبنانيين 50 مليون دولار في الحديث عن مناطق تدفع 75% من الواردات وتحصل على 25% من الخدمات، وما في هذا الطرح من إثارة لفتن داخلية وتصوير المسألة وكأن هناك مناطق مقفلة على الدولة فيما يتعلق بالجباية وغيرها. التدقيق الجنائي ليس شعارا وليس مادة لإيهام الرأي العام أنكم لستم من الفاسدين، هو ممارسة فعلية لتحقيقه. هذا ما قام به رئيس المجلس والمجلس بإقرار قانون وقانون آخر وقانون ثالث ونزع كل الألغام من أمامه في وقت كنت عم تحكوا بس، وقلنا سابقا ونقول أننا نريده أن يستمر ويتوسع كما أصرينا على إقراره، بدءا من المصرف المركزي ولنصل إلى فضائحكم الكبرى في وزارة الطاقة وتنزيماتها ورشاويها وفي وزارة الاتصالات وغيرها والتي ربحت السباق في كل المخالفات التي حصلت في تاريخ الجمهورية. نحن نعتز أننا في ثنائي وطني مع حزب الله، ثنائي وطني تحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان وأرضه وشعبه وحماية مقاومته في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ودافع عن قيام الدولة ومؤسساتها، ونحن ملتزمون بهذا التوافق والتكامل فيما بيننا. عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل رد على خليل قائلا: علي مادام أنتم رواد المحاسبة والتدقيق اطلبوا من النائب العام يحط إيده على ملف ابتزاز المتعهدين بوزارة المال بدفع مستحقاتهم. عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون غرد من جهته عبر تويتر قائلا: هيئة كتير مبسوط، هينة كتير وبسيطة، نحن نقيد علي حسن خليل، إذا كان علي حسن خليل صادق منكون نحن كذابين، وإذا كان إصلاحي منكون نحن فاسدين، وإذا كان لا طائفي منكون نحن طائفيين، وإذا كان رجل دولي منكون نحن ميليشياويين، وإذا. أما عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمو أبي رمية فقال في تغريدة ردا على علي حسن خليل تصحيحا لبعض المفاهيم: أمير حرب هو من ترأس ميليشيا قتلت مواطنين عكس قائد لجيش نظامي خاض حروبا للدفاع عن سيادة واستقلال لبنان ضد الاحتلال الغربي وسطوة الميليشيات. التدقيق الجنائي هو مطلب التيار الوطني الحر منذ سنوات، ونحن مع العودة إلى ما قبل 1988 وإلغاء مفاعيل العفو العام. وتابع: الآدمي لا يخشى لا تدقيق جنائي ولا عدالة القضاء ولا عدالة الشعب، فمن لا في تاريخه لا عمالة ولا عمولة ولا دم مواطنين أبرياء هو الذي يطالب بالتدقيق الجنائي وبالقضاء دون خوف وتردد. حمى الله لبنان من مزوري التاريخ، نحن مع أوادم لبنان من كل الفئات لبناء الدولة المدنية الحديثة.
من جهته رد الوزير السابق غسان عطا الله على ما قاله علي حسن خليل قائلا: ما في داعي نرد على مضمون حديث اليوم لأنه فارغ وما في عاقل بصدقه، وأصلا أرقامك بسلسلة الرتب والرواتب بتأكد على نجاحكم الباهر بوزارة المال. وبحب ذكرك سعادة الزميل بما أنكم حماة القانون والدستور أنه في قاضي حابب يستمع لأقوالك بانفجار المرفأ وأرفقها بهاشتاج بالحق ثابتين. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اطلع على التقارير الأمنية حول التدابير التي اتخذت ليلة رأس السنة، وشدد على الأجهزة الأمنية والقضائية على وجوب ملاحقة الذين أطلقوا النار واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم. والوزير السابق وديع الخازن يؤكد من بعبدة أن الرئيس عون مستمر في المشاورات لإنضاج حل سريع يؤدي إلى انعقاد طاولة حوار وعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع. اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على التقارير التي وردت من القوى العسكرية والأمنية حول الإجراءات التي اتخذت ليلة رأس السنة والحوادث المتفرقة التي سجلت في عدد من المناطق اللبنانية. ونوه الرئيس عون بالجهوزية التي اعتمدتها القوى العسكرية والأمنية والدفاع المدني وأفواج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني محد من الحوادث التي تحصل في مثل هذه المناسبة، وشدد على الأجهزة الأمنية والقضائية وجوب ملاحقة الذين أطلقوا النار واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم تفاديا لتكرار هذه الظاهرة التي تقلق الناس وتلحق أضرارا في الأرواح والممتلكات. من جهة أخرى، تلقى الرئيس عون سلسلة تقارير حول تطور انتشار فيروس كورونا ومتحولات بعد ارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ لا سيما في صفوف غير الملقحين. وفي هذا الإطار ناشد الرئيس عون جميع المواطنين والمقيمين في لبنان الذين لم يتلقوا اللقاح بعد المباشر إلى تلقيه في المستشفيات والمراكز الصحية، والتجاوب مع الحملات التي تنظمها وزارة الصحة لهذه الغاية في مختلف المناطق اللبنانية. الرئيس عون استقبل الوزير السابق وديع الخازن وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الأخيرة، وأكد الخازن أن الرئيس عون يبدي إصراره على إنصاف مفهوم الوحدة الوطنية في تعامله مع أزمة اجتماعات الحكومة التي طالت أكثر مما يجب والتي باتت تهدد سلامة الحياة المعيشية وما يمكن أن تجره من مخاطر على أمن جميع المواطنين الطواقين إلى الخروج من هذه الدوامة المقلقة، ومحذرا من ترك الأوضاع المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد، فضلا عن إطلاق الطروحات التي تثير جدلا لا يفضي إلى أي تطوير في نظامنا الحالي الذي اعتمد التوازنات الكثيرة بإعطاء الضمانات لكل المكونات التي تشكل التعبير الحقيقي عن الدستور الذي ارتضيناه جميعا. وأشار الوزير السابق الخازن إلى أن الرئيس عون مستمر في المشاورات التي يقوم بها لإنضاج حل سريع يؤدي إلى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل أن يدهمنا الوقت. إلى ذلك، تلقى الرئيس عون عددا من برقيات التهنئة بالأعياد، وفي هذا الإطار تلقى برقية من الرئيس السوري بشار الأسد. في موضوع عودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى بيروت، أكد عضو كتلة المستقبل عاصم عراجي أن الحريري سيكون في بيروت خلال الأيام المقبلة وسيكون هناك اجتماع للكتلة واتخاذ للقرار المناسب. هل الرئيس الحريري سيكون في بيروت الأربعاء وسيكون له كلام عن عدم ترشح للانتخابات؟ هلا بتعرفي نحن يعني انحكى كثير عن الكلام هذا. صح، الرئيس الحريري شو اسمه؟ الرئيس الحريري اخر مره بلغنا انه جاي على الزوم، مش مثل ما انحكى حقيقه بوسائل الاعلام وبنحكى باحدى المواقع المقالات اللي طلعت. الرئيس الحريري كان مقال كثير فيه يعني للاسف كثير كلام مش كثير دقيق، بس انه الرئيس الحريري جاي بالايام القادمه حيجتمع بالكتله وحناخذ القرار معه. اها، ممكن الأربعاء يكون في بيروت او مش معروف بعد؟ بعرف دواعي امنيه احيانا ما بيقولوا لنا اي يوم، بس انه جاي الرئيس الحريري بفتره وجيزه الايام القادمه القليله. في قرار حتى اللحظه بعدم خوض الانتخابات؟ هذا قرار مثل ما قلت لك ما بدي اتسبق انا الرئيس الحريري، بدنا نقعد نجتمع نحن وياه، بدنا نناقش نحن وياه الموضوع من كل جوانبه، بس ان شاء الله خير. أما في موضوع كورونا فأكد عراجي ألا قرار بإقفال البلاد حتى الساعة، مطالبا باتباع الإجراءات الوقائية لتخفيف الضغوط على القطاع الاستشفائي. بيحددوا عادة الإصابات الخطرة اللي ممكن تفوت على غرف العناية، لأنه غرف العناية عندنا تقريبا نسبة الأشغال 80%، إذا تعدت هالحدود هيدي ساعتها في إجراءات المفروض تتاخذ، بس الاجراءات هيدي حتطبق ولا لا؟ هذا السؤال. يعني الاجراءات الوقائيه والتدابير الوقائيه ما تطبقت،
حتى بالعيد ما طبقت، ونحن شايفين يعني يعني هيك بالطرقات بالمحلات هذا ما في تطبيق للإجراءات. بس دكتور حتى لحظة ما في إقفال عام بحسب نقاشاتكم. يعني حتى اللحظة هو مطروح محطوط على الطاولة والنقاش دايب بالنسبة للإقفال. إذا تعدي الإصابات الخطرة وما عاد في محلات بغرف العناية، ساعتها احتمال يكون مطروح الإقفال. بس برجع بقول إنه الناس ما عم تلتزم بأبسط الإجراءات اللي هي الكمامة والتباعد الاجتماعي والتجمعات بالبيوت، والدولة ما عم تعطي حوافز للناس لحتى تبقى بالبيوت. يعني البطاقة التمويلية قد صرنا نحكي فيها وخلصت، وشبكة الأمان الاجتماعي طبعا اللي اعطانا اياه البنك الدولي 246 مليون دولار لغايه هلا ما توزعوا، فانت اكيد انك تقعد ببيوتها بوضع اقتصادي كثير صعب والدوله مش عم تعطي. طيب دكتور الاشغال هلا بالعنايه الفائقه بشكل عام قد ايه نحن واصلين هلا؟ اي نسبه؟ هلا نحن عندنا نسبه الاشغال بغرف العنايه 880%. نحن عندنا 916 سرير، في باقي منهم تقريبا بحدود ال 200 سرير بين غرفة عادية وغرفة عناية. لا سمح الله إذا صار في تفشي سريع وارتفعت الإصابات، سواء بدنا سرير عادي أو سرير عناية يمكن ما نلاقي. وخاصة أنه كمان ليش عم بدعي الناس لتلتزم؟ الكلفة الاستشفائية بالأيام حياة لا تطاق، يعني حوالي 10 ملايين ليرة الكلفة الاستشفائية بغرفة العناية بقسم كورونا، هذا حسب نقابة المستشفيات. نعم. و4 ملايين ليرة، 4 ملايين ليرة السرير العادي. فاصل نواصل بعده النشرة. عودة لمواصلة النشرة في الأخبار الإقليمية والدولية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أنه لا يمكن القبول بأي مطالب تتجاوز منص عليه الاتفاق النووي، معتبرا أن الولايات المتحدة تريد مفاوضات مع إيران منذ بدأت سياستها الضغط الأقصى ضد إيران. وأشار زادة إلى أن هناك محادثات ثنائية بين إيران ومجموعة 4+1 ومحادثات متعددة الأطراف، ولا يهمنا ما هي الآلية التي يتحدث بها باقي الأطراف، موضحا أن هناك آلية واضحة في فيينا، وكل ما تم تبادله بين إيران وأمريكا لم يكن سوى نصوص مكتوبة ولم يتم نقل رسائل شفوية بيننا وبين واشنطن. أما في موضوع زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو، فأشار زادة إلى أن الزيارة ستكون شاملة لمواضيع مختلفة بين البلدين، وهناك بعض الاتفاقيات يتم تحضيرها، مفيدا بأن هناك مساع لتنظيم وثيقة تعاون شاملة بين البلدين حاليا. مع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر انستغرام، فيسبوك وتويتر. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.